تظهر أمامنا الآن هي نتيجة حرائق نتجت عن هذه الغارات الإسرائيلية والتوقعات. يعني مدينة صور في جنوب لبنان باعتبارها يعني استهدفت كثيرا، ولكن هذه حرائق نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت عدد من البلدات الجنوبية، والحرائق مستمرة منذ بداية هذه الساعة التي كنا نحن بصدد رصدها وتغطيتها. لاحظنا في اللحظة الأولى لاستهداف هذه الغارة ورصدنا لكم سحب الدخان المتصاعدة نتج عن هذه الغارة هذه الحرائق المشتعلة والموجودة حتى الآن.